الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل. الحمد لله بارئ الأنام، خالق الإنس والجان، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، مرسل الرسل بالبيان والتبيان، رافع منارهم في الملوان، والصلاة والسلام على أتمام الأكملان، على درة تاجهم الخاتم العدنان، وآله وصحبه أولي الفضل سادة الأعلام. وهذه قراءة في سير النبلاء الأعلام للعلامة الحبر الجهبذ الذهبي ابن قيماز الإمام بإسناد شيخنا النميري، غفر الله له ولوالديه ومشايخه ما شعشع القمران. ثم قضى سطيح مكانه وسار عبد المسيح إلى رحله وهو يقول: شمر فإنك ماضي الهم، شمر لا يفزعنك تفريق وتغيير، وإن يمس ملك بني ساسان أفرطهم، فإن ذا الدهر أطوار دهارير، فربما أضحوا بمنزلة تهاب صولهم الأسد المهاصير، منهم أخوة الصرح برهام وقوته، والهرمزان وسابور وسابور، والناس أولاد علات، فمن علموا أن قد أقل فمقحور ومهجور، وهم بنو الأم، إما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مصفوضان في قرن، فالخير متبع والشر محذور. فلما قدم على كسرى أخبره بقول سطيح، فقال كسرى: إلى متى يملك منا 14 ملكا تكون أمور، فملك منهم 14 سنين، وملك الباقون إلى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. هذا حديث منكر غريب. ونحن كما قلنا أيها الفضلاء الكرام ونحن كما قلنا أيها الكرام الفضلاء أنه لم يصح في هذا الخبر حديث، وفصلنا ذلك في المجلس الماضي. نعم، وبإسناد بإسناد الذهبي، وإحنا كما قلنا كتاب سير أعلام النبلاء هو كتاب أخباري مسند، ولذلك يأتي في بعض المواطن يقول: وهكذا بهذا السند قد صح لنا إسنادا عاليا، وصح لنا مصافحة، إلى غير ذلك من الألفاظ الإصطلاحية التي يعرفها أهل الحديث. نعم. وبإسناد إلى البكائي عن ابن إسحاق قال: كان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هالته وفضع منها، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمع. عفوا، صوت قطع، ما أدري إذا قطع عند الجميع ولا بس عندي. قطع الشيخ عندك يا شيخ الصوت؟ أيوة، حاول أنك ترتب الوضع. أبشر سيدي. فرأى رؤيا هالته فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني. والعائف هو الذي يزجر الطير، وهو من العيافة، يزجر الطير ويتفاءل بأسمائها. نعم، ولذلك يقولون إن هذا الطائر لعائف على ماء، لعائف على ماء. والعائف هو الكاره للشيء المتقذر له، يقول له حتى تلقى دائما عند العراقيين يقول لك: أعوفك، يعني أبغضك وأكرهك. نعم. فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بها وبتأويلها. قالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: إني إن أخبرتكم
بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، إنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها. فقيل له: إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق، فإنه ليس أحد أعلم منهما. فبعث إليهما فقدم سطيح. وأنا قلت لكم لماذا سمي سطيح بسطيح ولماذا سمي شق بشق أو شق، لأن كان الأول منهم سطيح، هو مثل ما فيه غير مثل السطح يعني كذا هكذا مسطح حتى يطوى كالبساط. نعم. فقال له: رأيت حمامة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذي جمجمة. قال: ما أخطأت منها شيئا، فما تأويلها؟ قال: ما أخطأت منها شيئا، يعني قال له: أنا نقلت لك الرؤية تماما ولم أخطئ في شيء منها. نعم. فقال: أحلف بما بين الحرتين من حنش ليهبطن أرضكم الحبش فلا يملكن ما بين أبين إلى ما بين أبين إلى جرش. لا 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 إلى جرش. لا لا جرش بفتح الجيم اللي هي في الأردن. الجيم فوقها فيها ضم يا شيخ. الصواب لعلها بالفتح جرش. نعم نعم. إلى ما بين أبينا إلى جرش. فقال الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائض موجع، فمتى هو؟ وأبيك يا سطيح إن هذا لنا وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغائض موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زمانه أم بعده؟ قال: بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون هاربين. قال: من يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن، فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: فيدوم ذلك؟ قال: بل ينقطع بنبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هو؟ قال: من ولد فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق، إنما أنبأتك به لحق. كما تسمعون، يعني كل هذه ألفاظ شركية، وهم كانوا في الجاهلية يعتقده كما أنه يقسم بهذا، يقسم بالشفق وهو الضوء الأحمر الذي يكون بعد الغروب، ويقسم بالغسق وهو ظلمة الليل، ويقسم بالفلق إذا اتسق، إلى غير ذلك. نعم. فأتى القرآن فقال: من يعني يحلف الإنسان بماذا؟ أيوة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، تفضلوا. ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح: لينظر أيتفقان؟ قال: نعم، رأيته. يعني هو الآن يعني يفرق دمه بين القبائل في الرؤية. تجد بعض الناس هكذا لما يرى رؤية لا ينتهي عند معبر واحد، يسأل هذا وهذا وهذا، فيأتيه من شر التعبير، نسأل الله عليه السلامة. فراح بعد ما انتهى من سطيح راح لشق، فقص عليه نفس الرؤية، لكنه كتمه ما قال سطيح، كتمه ما فسر به سطيح: لينظر أيتفقان. نعم. ولذلك أتت السنة بالنهي عن ذلك. إذا عبرت رؤية تعبرها عند واحد، لا تعبرها عند كل من أحب ودب إلا على خريت عابر
حتى لا يأتيك من شر تعبيرها. قال نعم رأيت حين اتفضل. قال نعم رأيت حمامة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها وقعت بين روضة وأكمة. نعم والأكمة الطير اللي هو الشجر الملتف في الغابات يعني. الله خير. فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال ذلك عرف أنهما قد اتفقا فوقع في نفسه فجهز أهل بيته إلى العراق وكتب لهم إلى ملك من ملوك الفارس يقال له سابور بن خرازاد فأسكنهم الحيرة الحيرة نعم. فأسكنهم الحيرة فمن بقي ولد ربيعة بن نصر النعمان بن فمن بقية ولد ربيعة بن نصر نعم النعمان بن المنذر فهو في نسب اليمن النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. ما شاء الله نكتفي بهذا القدر وتتمته كانت يعني في المجلس الماضي. إن شاء الله نبدأ في المجلس القادم باب أيضا منه ونذكر فيه شرف نسب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.